السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الإعدادي مع درس جديد من دروس مادة العلوم. النهاردة بكمل معاكم الدرس الثاني تركيب المادة، وهنشتغل مع بعض الجزء الثاني اللي هو المادة والجزيئات. يلا بينا نشوف درسنا النهاردة. درسنا النهاردة أول حاجة هنتكلم عن العلاقة بين درجة حرارة المادة وحالتها الفيزيائية. باختصار هنتكلم عن الانصهار وعن التصعيد أو التبخير. تعالوا نشوف كده مع بعض إيه هي عملية الانصهار أساساً. ناس كتير قوي عارفاها وخدناها في الابتدائي. الانصهار هو تحول المادة بالحرارة من الحالة، كله يكمل، برافو، الصلبة إلى الحالة الإيه؟ السائلة. طيب حلو الكلام، عايزين بقى نعرف إزاي الانصهار ده بيحصل. تعالوا نشوف مع بعض. إحنا عندنا أول حاجة المادة الصلبة، المادة الصلبة اللي هي هتنصهر. لما باجي اسخن المادة الصلبة، يعني بقول كده عند تسخين المادة الصلبة، ايه اللي هيحصل؟ اول حاجة جزيئاتها بتكتسب طاقة حرارية، لان انت لما بتديها حرارة هي بتكتسبها، بتاخدها، بتشفطها، فسرعتها بتزيد. سرعة مين اللي بتزيد؟ الجزيئات. يبقى اول حاجة تكتسب جزيئاتها طاقة حرارية، ده عند تسخينها، فتزيد سرعتها اللي هي سرعة ايه؟ الجزيئات. طب لما سرعة الجزيئات تزيد يحصل ايه؟ عند درجة الانصهار بقى، هي دي النقطة المهمة، تفضل سرعة الجزيئات تزيد لحد ما نوصل عند درجة الانصهار اللي احنا قلنا عليها في الدرس الأول، اللي هي درجة الحرارة التي يبدأ عندها تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. عند الدرجة دي بقى اللي هي نقطة الانصهار، هيحصل إيه يا جماعة؟ تضعف قوة التماسك بين الجزيئات. قوة التماسك بالتسخين بين الجزيئات هتضعف. طب لما قوة التماسك اللي ماسكة الجزيئات ببعضها تضعف، يحصل إيه بقى؟ يحصل ايه؟ تتسع المسافات البينية بين الجزيئات، يعني الجزيئات بقى تبعد عن بعضها، المسافات البينية ايه؟ تبعد عن بعضها. فلما المسافات البينية تزيد تتحرك الجزيئات بحرية كبيرة. يبقى لو انا سخنت قوة التماسك تضعف، الجزيئات تبعد عن بعض، تتحرك حركة كبيرة بحرية كبيرة. في الحالة دي بقى هتتحول على طول، بقى تتحول المادة إلى الحالة السائلة. هو ده تفسير عملية الانصهار. يعني يحدث إيه يا جماعة؟ يحدث الانصهار. يبقى ده كده المقصود بعملية الانصهار. طيب تعالى نشوف كده تفسير عملية التصعيد. تاني حاجة ايه هو التصعيد؟ التصعيد اللي هو التبخير. التبخير هو نفس الكلام، هو تحول المادة بالحرارة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. طيب لما نيجي نوضح عملية التبخير، نفس الكلام اللي قلناه هنا هنقوله تاني بس بإيه؟ بإضافات بسيطة. يعني مثلا هنا هنقول المادة بدل الصلبة هتبقى المادة الإيه؟ المادة السائلة. أدي أول حاجة. عند تسخين المادة السائلة، إيه اللي هيحصل؟ تكتسب جزيئاتها طاقة حرارية فتزيد سرعتها، يبقى دي هثبتها زي ما هي، يعني موجودة في الاتنين. عند درجة الانصهار هشيل كلمة الانصهار وأسميها الغليان، عند درجة إيه؟ الغليان. تضعف قوة التماسك بين الجزيئات هسيبها، تتسع المسافات البينية بين الجزيئات هسيبها.
تتحرك الجزيئات بحرية، بدل كبيرة هتبقى بحرية ايه؟ اكبر. فتتحول المادة من الحالة او الى الحالة الغازية، وتحدث عملية ايه بقى؟ عملية التصعيد. يبقى اللي ذاكر اول واحدة وحفظها هيغير في التانية، بس تفسير عملية التصعيد بغير في حاجات بسيطة. دي زي دي بالظبط. بص كده معايا على حالات المادة الثلاثة، ادي الحالة الصلبة، ادي الحالة السائلة، ادي الحالة الغازية. هنعمل نقول مثلا دي الحالة الصلبة، ندي مثال عليها مثلا زي التلج. الحالة السائلة هندي مثال عليها زي المية السائل. الحالة الغازية هندي مثال عليها زي بخار الماء. طيب انا دلوقتي لو حولت التلج لسائل، مش دي كده اسمها عملية انصهار؟ اسمها عملية ايه؟ انصهار. لو حولت السائل لغاز دي اسمها عملية تصعيد قلنا او تبخير، يعني هتقول كده هتقول كده اللي يعجبك. طب لو عملنا العكس بقى، لو حولنا البخار لمية دي كده اسمها تكاثف. طب لو حولنا المية لتلج جمدناها دي كده اسمها ايه؟ تجمد. يبقى عملية الانصهار عكس عملية التجمد، وعملية التصعيد عكس عملية التكاثف. تعال نشوف بقى كده المادة والجزيئات. احنا عندنا اي مادة في الدنيا بتتكون من جزيئات، وجزيئات المادة الواحدة لازم تكون متشابهة، ولكنها تختلف عن جزيئات المواد الاخرى. طيب الجزيئات دي بقى بتتركب من ايه؟ دي بقى حاجة جديدة علينا. احنا عرفنا ان الجزيئات دي اصغر حاجة، لا ده في اصغر منها. الجزيئات دي بتتركب من وحدات بنائية صغيرة جدا. ايه ده؟ في اصغر من الجزيئات؟ ايوه، اللي هي اسمها الذرات ومفردها ذرة. طيب لو كانت الذرات دي بقى متماثلة ولا مختلفة هنعرف هتعمل ايه. لو انا عندي كده ذرات متماثلة لعنصر واحد، ده بنسميه كده ده جزيء عنصر، يعني ده اسمه جزيء عنصر. ولو كانت ذرات مختلفة يبقى اللي هيطلع منها اسمه جزيء مركب. العنصر هو أبسط صورة نقية للمادة، لا يمكن تحليلها إلى ما هو أبسط منها بالطرق الكيميائية البسيطة. ده تعريف العنصر. وجزيء العنصر ذراته متماثلة متشابهة. طيب جزيء المركب، المركب هو ناتج اتحاد ذرتين أو أكثر لعناصر مختلفة بنسب وزنية معينة أو بنسب وزنية ثابتة. طب جزيء المركب ذراته إيه؟ ذراته مختلفة، يعني مش شبه بعضها، ولذلك بتختلف الجزيئات في الخواص بتاعت المادة عن جزيئات المادة الأخرى أو خواص المواد الأخرى. يعني كل مادة جزيئاتها لها خواص غير خواص المادة الأخرى. السبب في الاختلاف ده ثلاث حاجات. إن بيبقى عندي اختلاف في نوع الذرات، طبعا جزيء الحديد ذراته غير جزيء الذهب. تاني حاجة عدد الذرات، كل جزيء في عدد ذرات ثابت غير التاني. تالت حاجة طريقة ارتباط الذرات مع بعضها. يبقى هو ده السبب ان كل جزيء بيختلف عن جزيء مادة اخرى في الخواص بتاعتها، اختلافهم في نوع الذرات وعددها وطريقة ارتباطها مع بعض. يبقى ده السبب. تعالوا نشوف كده امثلة على جزيئات عناصر وامثلة على جزيئات مركبات. أول حاجة هناخد أمثلة على جزيئات العنصر. جزيء العنصر احنا قلنا ذراته متماثلة. هنبدأ الأول بالجزيئات الصلبة نشوف عدد ذراتها قد إيه، والسائلة والغازية. طيب بالنسبة للصلبة كلها يا جماعة الجزيء بتاعها يتركب من بص بقى ذرة واحدة، ده معظمها.
يعني لما اجي ارسمها ارسم لها كده ايه ذره واحده بس، ده بيعبر عن الحاله الصلبه. عندك مثلا الحديد، عندك النحاس، عندك الالومنيوم، عندك الكبريت، عندك الفوسفور، كل دي عناصر صلبه جزئها من ذره. طيب الحاله السائله بقى عندي حاجتين بس من السوائل. في ناس يقول لك ايه ده مستر، طب والميه والزيت والشاي والايه دي سوائل؟ اقول له انا بقول لك عنصر، العنصر يعني يتكون من ذرات ايه متماثله. طب السوائل عندنا الزئبق وعندنا البروم، بس هم دول، دي عناصر سائله. الزئبق الجزيء بتاعه من ذره واحده، يعني ارسم له ذره واحده او بلوره واحده. اما البروم من ذرتين، سائل من ذرتين، يبقى لما ارسم البروم ارسم ذرتين كده ماسكين في بعض. يبقى احنا كده خلصنا الصلب والسائل. طيب الغاز بقى، الغازات يا جماعه عندنا نوعين من الغازات، ست غازات بنقول عليها كده غازات خامله، وخمس غازات بنقول عليها كده غازات ناشطه. طيب الغازات الخامله زي مين؟ عندنا هيليوم، عندنا نيون، عندنا ارجون، عندنا كريبتون، عندنا الزينون، عندنا الرادون. يبقى كام واحد دول؟ ستة. طب دول كده جزيئهم بيتكون من ايه؟ من ذرة واحدة، لانه غاز خامل وبالتالي جزيئه من ذرة. ولما اجي اعبر عنه برسمة ارسم ايه؟ دايرة واحدة. اما الغازات النشطة فهم الخمسة اللي هم هيدروجين، نيتروجين، اكسجين، كلور، فلور. يبقى كام واحد دول؟ خمسة. طب الجزيء بتاعهم من ايه؟ من ذرتين. ليه من ذرتين؟ عشان دي غازات نشطة، ولما اعبر عنها برسمة ارسم ايه؟ ذرتين بالمنظر ده ماسكين في بعض. يبقى احنا كده خلصنا جزيئات العنصر. تاني حاجة معانا النهاردة هناخد أمثلة على جزيئات المركبات. أول مركب معانا اسمه كده كلوريد الهيدروجين. بص كده من الكلمة مختلفين خالص، كلور وهيدروجين، يبقى تشكيلة، يبقى على طول ده مركب. طيب بيتكون من ايه؟ من كام عنصر؟ عدد العناصر وعدد الذرات. أنا بقول لك كلوريد الهيدروجين، أدي كلور وأدي هيدروجين، يبقى عنصرين. عدد الذرات كلور وهيدروجين يبقوا اتنين. طب لما أجي أرسمه هرسم إزاي؟ هرسم ذرتين مختلفتين، أعمل واحدة متظللة وأعمل واحدة مش متظللة، أو أعمل واحدة بلون تاني. يبقى ده كده كلوريد الهيدروجين. طيب المثال التاني عندنا اللي هو المية. المية بتتكون من كام عنصر وكام ذرة؟ نشوف مع بعض. المية بتتكون من عنصرين، اللي هما مين بقى العنصرين دول؟ اللي هما الأكسجين والهيدروجين، كلنا خدناهم في ابتدائي. طيب الأكسجين ذرة والهيدروجين ذرتين، يبقى عدد الذرات تلاتة. طب لما أجي أرسم المية أرسمها إزاي؟ أعمل الأكسجين مختلفة بالمنظر ده، وأعمل اتنين هيدروجين لوحدهم كده جنبيها، عاملين زي ودانها كده. يبقى ادي الراس وادي الودان اهي. يبقى كده ده الميه بيتكون من عنصرين اكسجين هيدروجين، ويتكون من ثلاث ذرات، ادي واحد اثنين ثلاثه. اخر حاجه معانا النهارده اللي هو النشادر، اللي هو بيسموها الامونيا. طيب النشادر فيها كم عنصر؟ فيها عنصرين اللي هما نيتروجين وهيدروجين. واحد يقول لك ايه ده الثلاث مركبات اللي عندنا كلهم عنصرين؟ اقول له ايوه، الاختلاف في عدد الذرات. طيب عدد الذرات كام بالنسبه للامونيا؟ اربع ذرات. طيب ايه هم الاربع ذرات؟ بص كده معايا، ذره نيتروجين اهي، نيتروجين اهي، ومعاها ثلاثه هيدروجين، ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه، يبقى كده دول ثلاث ذرات هيدروجين. يبقى ده كده اللي هو مركب النشادر او الامونيا. وبكده نكون وصلنا الى نهاية الجزء الثاني من الدرس الثاني. انتظرونا في حلقات قادمة ان شاء الله، هديكوا اسئلة على هذا الدرس شاملة كل انواع الاسئلة. لو كنت لسه ما اشتركتش في القناة يلا اشترك فيها عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة باذن الله.
كان معكم كبير معلمين محمد علي، أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.